اسلمتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا سيداتي ونساتي. نعم نعم نعم، انطلاقه جدا من الان. ننساو ليميسيون تاع البارح، نحكوا لكم على اليوم، نحكوا لكم على دركا، نحكوا على ليفان دو نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله ندير اكو اون فورم، باش نديروا بون اكو اون فورم سي بون، نديروا بون ايميسيون باسكو شوف كي قلت انا اكو فورم سي بون، واحد فيهم هضر ما تحس باللي ما كانش كاع اكو اون فورم سي بون سي بون سي بون. شو الرابع شو الرابع شو تحس باللي راه لا فورم هو يبعثها اكس فورتيها هو يصدر لا فورم. سبحان الله العظيم بالله العظيم على بالي وانا عندي شك باللي تو لا ما تجياش سبحان الله العظيم. اه انا بالعبك عباك وعلاه ما رقدتش مليح، قول لي علاه ما رقدتش مليح. على خويا علاه قاعد نهضر مع روحي حسنا تشوف 300 بعد لا ندي بعد لا خور ندي بعد لا خور ندي. قلت انا قلت هادو دوك هما يدو في دوزيام ابيل علاه جاو؟ لا لا ما باقي لا جاو باش يلعب يلعبوا. شتا واحد يلعب تايا جاي يلعب واو اللي تعجبني تعجبني كيما يقولوا لي جوار من اجل الالوان من اجل النفاق داير الظل. وانا والله العظيم يا جماعه انا جيت باش نشوف الاحباب والاصدقاء ونتعرف ندي وقداو ليه نتاع ندي على ما فهمتش والله ماني فاهم انا والله ما فهمتش نونكاجي روحي في ميسيون جو نجي نورمال بصح انا ندي علاه نخاف بصح هي ستوني ميسيون جو علاش تخاف تخاف الى بعيد شركه شبرد تخاف بعيد شركه مشروع راه فشل لك تخاف الى انفيستيت دراهم وخسرتهم انا راك انفيستيت واش وقت وفقط ونطلبوا منك دوكا بالتالي انسان لا بها تدخل تقعد هكذا مي كي رجعت لي تاع جسويلا سي بون دخلت لي لا كونفيونس دخلت لي لا كونفيونس راح مشى الاستاذ فكرني رابع مشى وبالتالي خروج والدخول ورا ايوه الاخت هواريه رقم 20 من وهران سير باينه زعما تيموني هواريا وين مقسطينا فو جي فو يا خاطي يا خاطي اسلمتك سلمك السلام عليكم عليكم السلام هواريا واش دير في الدار قاعده في الدار هاي وا قاعده في الدار ورا قاعده في الدار هاي ليك دو مع الفان سي بون سا ماش بيها هاي سابور بعيد عليا اه بعيد اه صح صح كاينه حاجه ما نبغيش يقولوا لي هواريا واش يقولوا لك هواريا حنا وغانا يقولوا واري واريا هكا داكور واريا هذه كاينه منها الامام فيها هذه كاينه منها واريا 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 سي بون راكو اون فورم سي بون البونيس تاع اليوم راح نشوفوا ناكدوا الخبر البونيس نسقسوا الكونطابل تاعنا المحاسب مشي رابع لكم بونيس شحال اليوم الله اعلم 75 الله اعلم ما الله اعلم وانا ما نعرف قالوا لي الله اعلم الله تفكر يا ربي لا واحد 75 مليون صحيح اكد لنا مساء الخير استاذ مساء الخير الاخ سفيان الاخ ربيع ولا يخاف ولا يخاف 75 مليون سنتيم هاي مليحه زعيت ربيع زعيت ربيع زعيت ربيع صحيح هيا ملا وريو وريو ملا شوفي لي مع الطابلو قول لي شكون يلعب معنا نهار اليوم يا سيدي وريو هاي راحت ستوب ستوب رابح محمد اللي جانا من العاصمة وبالتحديد من الحراش يبلغ من العمر 36 سنة موح الجارديان كما يسميه أحبابه يموت على اليوساماش والبارسا ويسمع كثيرا أغاني المرحوم حسني موح جانا بتسمية جديدة وغريبة للبنكي حيث يسميه بنك الليالي لا حبيب لا والي إلى ربح معنا مبلغ محترم محمد حاب يحل بيتزيريا نتمنى لك كل التوفيق يا خونا موح الأستاذ محمد رابح عنها اليوم ونقاش كبير كان قائم هنا في الكواليس لأجل أنه نحدوا رقم الحص وعدد الحصص اللي بيسير مر وغجاز منها الأستاذ محمد على بالي بلي ترك 80 ولا حدود 80 ومن بعد كان نقاش هنا في الكواليس على بالنا بلي كريستيانو 77 ومن بعد كان نقاش واحد آخر أنه بلي حسين تاع وهران اللي دا السيارة ب 50 مليون هو الآخر ما على بالناش إلى الحق ل 80 بصح هو راهو بالوطاج مع صديقنا من البليده استاذ خالد اللي هو دار قريب 80 هكذا ها قريب 80 على كل حال وبالتالي انت شحال داير اكزاكتومون 83 83 اما لا راك لو ريكورد مان ايميسيون معنا الاستاذ محمد بالفعل 83 ايميسيون خويا ريح ريح 83 سيدي يخدم متر طوطير دو ريستوراسيون الله يبارك عيطوا لك موح الكارديان علاه موح الكارديان
ايه باسكو ما قلتهاليش هذه واحد كارديا هذه واحد كارديا باسكو خلي 83 يا ما تجازو انا وياك عشرة عمر يا صديقي ومع الاخر ما تقوليش بلي واحد كارديا واحد كارديا باسكو كنت بديت ندير جول في مع لي ميني مع لي كادي راحت واحد كارديا واحد كارديا ما لعبت مام وكادي وميني في الحراش مام كان عندي عبدوني اللي كان في مروان عبدوني اللي تي مون رومبلاسون هذاك الوقت في اوميني كون رومبلاسون خلاتني انت تالي اوميني صحيت خويا اللي يحب البارسا او بيان سور البور يا حبي يقول فيرسيون تاع تزال يا سماش واش عندنا نديرو سيدي البنكي يا خويا سيدي حبيبي نعيطوا له شنو الحبيب لا بنك الليالي لحبيب لوالي بنك الليالي لحبيب لوالي اذا حبيت تحط فلوسك صديقي في بنك الليالي لحبيب لوالي علاش يا خو على بالك طاح وحده يماك باباك بنتك يبكي ولا اخر ويرميك على راسك نورمال يقدر يرميك على راسك يرميك على راسك حبي يسقسيك فهذو اليامات اللي فاتوا رماكم على راسكم اليامات هذو ما خلاوش مسكين يسي هاي رايك كيما درنا حبيبنا تاع السينيا 300 من فوق الطابله في التروزيام واش بيك يا خو واش بيك كي هكذاك تدير على جيت مالا فهمت انا معليش تقول ان شاء الله اذا تحصلت على مشروع محترم ولا مبلغ محترم جدا تحل المشروع تاعك انت راك كيما نقول لك ما دوت دو ليسبوراسيون بعد بك لي مالا تحل المشروع تاعك حنا نقولوا ان شاء الله اليوم البونيس راك سمعت كيما قال لنا الكونطابل تاعنا الاستاذ ربيع وزاد فيريفيا لنا شحال عاودوا 70 مليون والله هذه دنيا هذه دنيا اباك بالك بين ما قرب لها بالك تبدلت وين تعرف انا ناكدو 75 هذه دنيا المبالغ تعرفهم من 500 لغايه 500 مليون سنتيم الهريسه هنا شيخ والقمجه راه هنا وحلوا دوكا الكونتر بيان سور بلوتو الكرونو اذا سمحتم اذا حلينا العلبه تاع 250 الف دينار جزائري في السلسله الاولى تاع ثلاثه تربح اذا اليوم 75 مليون سنتيم وحدك ولا حليتها داخل 30 سكوند نزيدوا لك 10 ملايين سنتيم من عندنا سامخش ان شاء الله حط سعيد الله. محمد انت الامبراطور لازم تعرف تلعب مع البنكي تفضل خويا عمي محمد رقم 7 رقم 7 عمي محمد وهران تفضل ياس 7500 ماشي ولا فلودي رانيا رقم 16 جاز رانيا فوتي 2000 دينار راحت واحد رقم 4 صوفيا مادموازيل صوفيا اليبا 10 ملايين سنتيم اولا لا مش صاري ما عندنا الزهر مع البونيس ولا كيفاش البونيس غدا ان شاء الله بالتالي حيولي 100 مليون سنتيم خلي الكونطاب يهضر مهلك الكونطاب 100 مليون سنتيم صحيت شيخ صحيح. وبالتالي حم النشيد الوطني المملكه ادي ولا خلي سوري سوري كابل نابوليتانو لنا نيجاري من العديان يقولوا لحقوا بالداري ويا هزال جمالو يا حطاتني في العديان يقولوا ماشي يس شكرا لكم والبونيس غادر ان شاء الله يا استاذ محمد يا صديقي يا ايها المشاهدين يلحق الى 100 مليون سنتيم تمنى ان شاء الله الكونديتا تاع غدوه ان شاء الله يتحصل عليه قولوا امين وانطلق تفضل خويا ابدا خويا من الان رقم واحد سهام مدام سهام رقم واحد مدام سهام رقم واحد يا سيدي جامي دو فوا قليل هذا قليل يدوموندي الاغنيه تاع مامي انت دوموندي هذه انا ديموندي قليل يدوموندي ونا مامي معليش مدام بون شونس يس والامبراطور حيقول لك بلي كاع اللي يقولوا بون شونس فيش تخلص عليهم مال بوم ابعد رقم اثنين مدام عزيزه ما تقوليش هادي بالي 1 2 3 لا علاش صح اخر عاوننا معليش عاوننا هادي رقم 22 22 دالير بوا 3 روح ال 22 مسيو كريم انا عمه ها يا سيدي موح الخطوط الجويه تعدي ولا خلي يعطينا هريسه ولا خمجه يا صديقي واحد الله 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 الله
راهم هنا شكون هما؟ 83 هنا راك تحسب له انت تانيك راك رقم قياسي 83 على بالك هباك اللي حشيت واحد الوقت بلي كان اسبيون كاش ادي ولا خليه كاش بلاد ولا قال لي كبرت لهنا جا صغير شفالو على بالك كان في عمره 17 اون ليبوك شفالو كان شعره يخبط هكذايا تروح يخو ليبوك انا عماه في خاطر اللي زالي هادوك واش تعطيلو انا مانيش حاب نقولها ما خبيش عليك انا مانيش حاب نقولها باسكو صح اكتب عندك استاذ اكتب عندك ليزون اكتب عندك استاذ بون شوف دقيقه وراه صاحبي يغرطه اسمح لي دقيقه اسمح لي يغرطه يغرطه معليش تسلف لي هذه الله يعطيك ما تمنى اخو باسكو جاب لي ربي هذه لحتفر انا اقول لك غير خير سفيان واش دار شوف شوف نحسب سفيان نحسب 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 واحد لا لا نحسب زعما لا ديستونس سي بون سي فيزابل البنك يقترع عليك في اول اتصال اول لا تقول ندي شوف منا شوف منا حتى تشاد 44 مليون سنتيم اول اتصال اقعد 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 حتى نسمع كلمة خلي باش تطلق قول لي ندي شوف هكذا هذا شوف هكذا شوف ما كي تدور هكذا هذه قاعدة تروح هكذا هاك شايفها كيف ها ما تقوليش والله ما تقولي والو ما تقولي الاصدقاء ما تقولي الاحباب هذه خلينا ما لا لا سفيان ما كاني اصدقاء ني احباب ني والو اخو يا والو اخو قول ليش انا تدي ولا تخلي سبحان الله اول مره كما قال البنك قال البنك كلمه واحده قال لك هذه هضره خدش قلت له منك صح قال لي هذه هضره امبراطور مع امبراطور قال لي بالتالي اول مره رقم قياسي انت 83 ايميسيون حاضر معنا هو جو بونس سي لا بروميير فوا لي مد اون اوفر اكستراوردينير كيما هذه بروميير ابل 44 مليون سنتيم والحمد لله ما كانش قاعد معنا هذاك حبيبنا تاع مستغانم راه وداها في بريمير ابل راني نقول لك شو اوفيسيال راه راح بها يجري للدار مزيه ها هي سيدي سلكنا من بريمير ابل اللهم طول لك يا روح باقي سته لا لا سفيان كاينه واحد المقوله تاع حارث الدراجي اه مالي لعبت الجزائر مع الله يعلم في لاكوب دافريكا قال لهم استمتعوا ومتعونا والله يا خويا انا جاي نستمتع ونمتع الناس انت جاي تلعب ومن بعد هو يقول لك جاي نلعب هو لا يا اخي متى ما جيش تلعب انت جيت تدي دراهم ما كاش منها ماك داب دوزيام ابل تروزيام ابل تجي دي دراهم واو كانوا ما كانوا دراهم كبار روح برك خلعنا ربنا 440 ميل قلنا لا لا نوصلوا دوكا ونحلوا تلت علب اليس كذلك شاكيب نرفحوا تلت علب تفضل افتح لي تلت علب يوغوطا تسعه ماشي يوغوطا صحيت خويا ماشي يوغوطا تفضل خويا ماشي يوغوطا تفضل الاخت هي نعم سفيان مساء الخير محمد مساء الخير هيا بابا هيا 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 رقم ثلاثة ثلاثة سعيد هيا سعيد الزول في الاول سمع الزول الزول وش راك خويا لاباس سعيد قمت يا خويا قمت يا ربي كيما القمجة لك لابسة اخويا الله يستر راك ضاربني قمجة اليوم وش نقول لك خو بارك الله فيك سينما شفت نصورها بالك ان شاء الله تدخل ريدو في كاش كوزينة مي معليش جو صافات صافات نتمنى لك ايوا ايش ما راهو رابيد اليوم بون وكوبا بون 44 مليون واحد اخرين يقعد كيما راه قال لك نقعد كيما راه 44 مليون 440 الف دينار جزائري نقعد في العرض تاعي نحبسوا هنا ناخذوا الرد تاعك اذا سمحت بعد الفاصل معليش صحيت صاحبي فاصل اذا سمحتم وانا تواصل على سلامتكم مرحبا بكم على في الجزء الثاني تاع الدي ولا خليل سهرتنا اليوم معنا اليوم مش كل يوم يحب يقول الامبراطور تاعنا السيد محمد بعد مرور 83 ايميسيون تاع الدي ولا خليل 83 انا عمي 83 تلقى عروض من اروع ما يكون العرضين
الاولين اللي عطاهم له البنك هما كيف كيف يحب يقول رقم قياسي كيما تاعو 44 مليون سنتيم. المره الاولى قال لي خلي. على كل حال لازم نقول للمشاهد الكريم هذا ملتحق بالإيميسيون تاعنا بلي هو الاخ محمد ما قالش خليه برك، خلاها تحت ضغوط تاع ضغوط كبيره. بصح المره خلاص انا حطيت هذا السلاح سيدي وخليته تكوتي ونقول لك دوكا في الاتصال الثاني هل انت راح تقول لي خلي خلي ولا راح تقول لي ندي ندي؟ وما صح حقيقه دوكا دير واش حبيت، انا معلول كنت نقصر بصح دوكا الميسيون تاعك دير وتاخذ القرار وحنا نحترموه. تفضل اخو. واش نقول لك؟ انا نقول لك ماذا بيا نزيد نكمل نلعب، ماذا بيا نزيد نكمل نلعب ونقول لك واحده اثنين ثلاثه خلي اتواصلوا معنا 66 0 16 نفتحوا تدعوا لك تدعوا لك راح ها يا سيدي روح لعند فاطمه النيه سيد 10 فاطمه النيه فاطمه النيه الديس روحوا للديس فاطمه النيه العمدة لمن ضروه نعم آه. العمدة لمن عطيتها لها النية يا هضر هضر خويا الله يفيها وما تغبنيهاش بعد يا سبحان الله قال دوك فاطمة النية هي العمدة انا نتهلا فيها انت فاطمة النية قولي لي غير هذه في ال شحال راكي دايرة زعما مش عاقلة ها سما تمتم مديتها لي عطينا نتحاسبوا خويا ارواح نتحاسبوا ارواح نتحاسبوا خويا بالعقل هذه 83 وانت شحال راكي دايرة بليس 50 بليس دو 50 شكون كاين بليس دو 50 لهنا ما كاش ما فيش فاطمه النيه رسميا اصبحت هي السلطانه تفضلي ها يا سيدي افتحي لنا العلبه تاعك اعطينا قمشه 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 لي واحده فاطمه النيه هي السلطانه ابتداء من اليوم بعد مرور قريب فايتة 50 ايميسيون هيا نزيدو دوكا هي رقم 20 ابلك هو راح يدير هكذا انت غير درت له المالتو زيد هكذا اوه الفان وريو هاي الفان بسم الله انا بيلك يجي داخله قلت لها والله قالت لي قالت لي قلت لها غادي خرجك صحيت لا لا خرجتيه لا خرجتيه واكد لي بيه هي كي قالت لك كيما في اللفظ يعني في الليكسيك تاعها تنسيستي خرجك خرجك وريا ما انت ثاني خرجك ما تقدرش تقولي انا جونتيمو يعني ما لازم خرجك يعني خرجك قلت صحيت ان شاء الله تكون حاجه خفيفه فيها وعليها روح الامل 8 8 8 امل 8 امل بسم الله بسم الله ان شاء الله فيها الخير ان شاء الله يا ربي ايوه ها صحيت قال لي اني اقول لك هضره بين امبراطور وامبراطور خاطيك تخرج منها اني خارج بالتالي ثالث عرض شحال سلم لي على عند فلا بزاف بزاف 44 440 الف دينار جزائري لثالث مرة على التوالي 44 مليون سنتيم لثالث مرة على التوالي مي فو دير اونت بارونتيز كو رانا حالين دي بواط هايلين دونك هو راهو يمشي ويتبع ويخلي الامور كيما راه تدي ولا تخلي هاد الخطرة خلي تواصلوا معنا 66 0 16 نهار اليوم مع الامبراطور مع الاستاذ محمد ربما واكيد واقول ربما سيدي نخلوها في ربما انا وصاحب الاس ام اس ممكن يتحصل على مبلغ مليح صح هذه حساب وش تنظر تاعنا حساب العروض تاع البنك بصح تعرف البنك نفحوا ثلاثه محمد تراز 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 13 الاستاذ أنا محمد خير تراز باسكو هو يخدم قريب ليا بدال ابراهيم صحيح تما تغلط غير ما تزيدش ضرب ديالي ابراهيم ديالي ابراهيم نغلق نعطي لك تاع لونسيانتي انا برك تاع لونسيانتي هادي كي دير اونسيان برك هايا بيتزا ولو تاعنا هايا صاحبي هايا هايا روما روما هايا تاع لونسيانتي مروان مروان اونس نمشيو الاونس 5 مليانه
خميس من يالا الاخ مروان مساء الخير. مساء النور خويا. واش راك خويا مروان لاباس؟ الحمد لله. صحيح. هاك شوف ما كاش خدمه بزاف معنا. معليش نور. ما كاش. ريكلاج برك. موالفين. الله يحفظك. يمينة. 19. 19. نمشي والمدام يمينة. معلمة 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 ربما ما طحتيش في هذا الموقف يحب يقول تكوني أمام قسم مثل ماشي مدرسة المشاغبين أنا رانا حاليا أكثر من مدرسة المشاغبين هنا بصح عندك زاريكس البلوك شيخ رحت عند صاحبي محمد حليت قمجة قمجة ورحت عند مروان مباشرة تهنيت من الهريسة في بعض الأحيان ولا في بعض المقابلات دي فوايا دي سين يبينوا لك بلي حوايج ملاح مروان تهنينا من لي دو زوبجي سي انكور بلو نحلوا الاخرين بلو كالمومون راني بيان داكور مدام يمينه تفضلي سفيان كاين حاجه سهله في الاعراب جمله لا محل لها من الاعراب ان شاء الله ان شاء الله ماذا بينا ماذا بينا سيدي انا بدينا ندخلوا في لوطورود عباك تاكل في لوط ناسيونال انا بدينا ندخلوا في لوطورود دوك بدينا ندخلوا في لوطورود أربعمية وأربعين ألف دينار جزائرية وآخر عرض أعطاه لك البنك دوك بعد ما حلينا العلبة هذه اللي لقينا فيها أيضا 100 مليون سنتيم قال لي انا يا جو بريفير ندير مارشاريير بصح ماهيش كبيره باسكو هو تهنى من لي دو زوبجي بالتالي العرض البنك عفوا يعرض عليك مبلغ 40 مليون سنتيم 400 الف دينار جزائر ودوك راح نحلوا سلسله الى كملت تاع ثلاثه ومن بعد نمشيو الفاصل باش تكون على بالك بون سفيان 400 مليون 40 مليون هي راهي دراهم يعني ماشي حاجه يا راجل يعني كي نقسموها على ما تخممش وحدك كي نقسموها على مول الاس ام اس خمم على 20 وانا مول الاس ام اس راك مفرحوا ب 20 مليون سنتيم ماشي مبلغ صغير وانا والله غير بوكو بلوس حلات لي اللعبه شغل راهي جايزه توب نقول له مزال مازال تعالي ثلاثة هتواصلوا معنا هتواصلوا معنا وتواصلوا معنا نأكدها لكم 66-016 نلعبوا دوكا مع صديقنا محمد 6.5 المبلغ ممكن تحصل عليه منا لغاية نهاية الحصة تاعنا بعلي المنو باقي ما بلغ كبار صح باقي تانيك ما بلغ شوية صغار ابدا ثلاثة خمسة عبد الصامت عبد الصامت يا اخي عبد الصامت كويزيني تاعنا كويزيني تاعنا لازم نبدل راح كما افتحهاش يقول لك بدل هو افتحها انا عندكم حق انه تبدلوا اذا ما فتحش فوالا انت كان كملت شفت معاك قلت له بلوكين بلوكين افتحها ضامنها هذه كاع تفضل اخ شم انت يا صاحبي شم فيهم يا اخي طوي شم فيهم هذا قال له روح عبد الصامت شمها قال له بنبدل شميتها معليش زيد واحدة ماشي شميتها باسكو قلت بقات الاخرى قلت حبيت نزيد نخليها اللعبة الجاية حبيت تقول الاخرى في الكوتي دروا في الكوتي دروا تحب نخليها سي با امبوغتون معليش نروحوا للكريمة ان شاء الله زيد واحدة هاد شوف هاد لي دو بواط اللي هم فات جايين قبل لابيل تاع البونكي سون تري تري امبوغتون مدام كريمة سلام ان شاء الله تكون سانك هاي ماذا بينا هات السانك هات ال 1000 غادي برك اي ليه الرابع عند الرابع كي روح عند الرابع عندي بلاصه هنايا روح خويا دي بلاصه روح عند الرابع مرحبا بك خويا مساء النور روح عند الرابع الرابع رابع رابع قالك بالك دانيال ميل تبدل ولا لا 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 سي بون اوكي روح خويا تما اليوم رانا معاك باش ما ديريش لعبسه تاع عبد الصامت روح عند الرابع اسمح لي تشوف حنا ليسونسيال الصغار برك تيك يا كنا في لاروت ناسيونال يفالي بيان ندخلوا شويه في لوطوروت هكذا خويا محمد مي انا جو بونس كو دوكا مازال شويه اخويا
اميني مادك اميني عرض محترم جدا اعطاه لك البنك نعطيه لك اذا سمحت بعد هذا اهلا بكم في الجزء الثالث تاع الدولة خلي اللي صارت لنا اليوم معنا الاستاذ محمد رابح بالفعل هو لحد الان نراه مار بمرحلة هائلة هو متحصل على الرقم القياسي من حيث العدد تاع المشاركات في الحصة تاعنا فايت 83 حصة نهى اليوم الحق لهذا المنعرج الاخير اللي باقي علبتين نقدر نعتبرهم هايلين وباقي نقدر نقولوا علبة واحدة برك اللي شويه صامتة حتى 25 مليون سنتيم هو المبلغ محترم جدا قبل ما نمشيو كان اتصل بنا البنك وانا عبينا باش نعيشوا كيف كيف المولة تاع شويه التفكير تاعك باش ما اللي زيدي تاعك ما يتبحروش خاطر صح دوكا رانا دخلنا في المناقشة الاخر وكما قلنا احنا تاني الحصة هذه ممكن طلعك الفوق رابيد مو تقدر تحبطك رابيد مو وحنا نطلبوا منك دوك التركيز بما انه انتايا قديم شويه في ليميسيون باش تكون عبره للناس وما تكونش ثانيك دير اخطاء هذه نقولوا اذا كانت العباره ولا الكلمه تاع خطا هي الصح البنك اذا اعطاك عروض كامل تشابه صح ولا مش صح ثلاث خطرات ولا اربع خطرات نهضروا غير في نفس المبلغ نفس المبلغ نفس المبلغ صحيح نفس المبلغ بالتالي شوف انت العلب اللي بقاو ومن بعد زاد دار مشاريه هذه واحده ودوكا زاد دار مشاريه كنا اخر عاد شحال 400 مليون سنتيم هذا اللي بالسنتيم هذا اللي ب 40 مليون هذا بالعاميه تاعنا ماشي المهم تاعنا نفصحوها البنك اعطاك عرض تاع 40 مليون سنتيم دوك زاد دار مشاريع وبالتالي البنك يعرض عليك 35 مليون سنتيم في هذا المرحله ونعتبره مبلغ محترم 35 مليون سنتيم تدي ولا تخلي هيا نفحوا الباتين اتواصلوا معنا 66 0 16 ورا 18 اوكي اروح 18 نو عند استاذ مراد وجهت نظرتي يا عباليش الاصدقاء راهم داكور معايا والله اعلم طلعت سؤال ما قعدتش مام با خمسه سته واني ريبوندا راك اونسيان راك دا ما ريفريزيتش مام با 4 سكوند تم خلي راك قلت لك كاين فرق بين الحقيقه والخيال وراك قديم وراك اونسيان ما حبيناش تروح يديك فارغين خويا كان فرق بين الحقيقه والخيال زدت حل بواطه اخرى حمراء خلاص الفيلم زدت حل بواطه اخرى خلاص زدت حل خلاص الفيلم مام با 4 سكوند طق 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 خلي اوه راك تشوف في لي بواط تاول اني زعفان باسكو مانيش حابك تروح يدك فارغين هذا ما كان لا ليا زيد لي واحده وان شاء الله ما تطيحش في العلبه الحمراء 15 سي محمد السلام عليكم سي خير سفيان راح تكمل حتى الله فهم هذه الأستاذ محمد رابح من الآن نقول لك مبروك عليك مبلغ 25 مليون سنتيم مبروك عليك مهما كان تتخاصموا مع صاحب الاس ام اس يا ريت 300 تكون من نصيبك هذه ما على بالناش دوكا اون سو كونسونتر بليز مسي محمد بليز نعم في خطر لونسيانتي برك نعطيك عرض مالي هذا كلام تاع البنك مش تاعي انا
زاد ولا مشاريع 30 مليون سنتيم. 30 مليون سنتيم. واش بقى علبه؟ واش بقات علبه هنا يا موح؟ واش بقات؟ 14. لا لا واش بقات علبه للمبلغ المبالغ المبالغ المبالغ؟ بقات 25 مليون هذيك. 25 مليون ايوا حبس حبس يا سيدي تلفت له 25 مليون 25 مليون 250 ميل مع 300 ميل دينار. صحيت العرض تاعو شحال؟ 30. طلع الغنى. وانا نعطيك وجهة نظر تاعي. ماذا بيك؟ انت كي طونزون طوندو الجمهور ما تسمعش، علاش؟ كل واحد عنده اون فاسون دو ريفليشير، تو فوا؟ كل واحد هذا عنده مش باش لهذا مش باش، انت ما تشبهش تاعك، دونك مش ما تأثرش، انا ماذا بيك ما تأثرش. و 25 مليون درهم. اوه. مفهومة نطقنا حين نطقنا منا وبان سيكو في طروت كاين بزاف كاش بزاف كيف يا سبحان الله العظيم يا افتح يا رسا بعد دقيقة مدام سيام انا حلين انكس تاع سال دو سبور تاعك انا في طابلة انكس او يدور لي سيد شبيك ليش الى ثم 25 و 30 نفس العائلة اوني داكور اوني با داكور سقسي فيك وين با غون ديفيرونس كي نقولوا الاس ام اس كان 25000 دينار هذا ما غان المهم سفيان مو الاس ام اس ما نخرجوش تحرف 10000 لا لا دا هو دا خلاص مو الاس ام حبيت نقول لك بين 25 و 30 ما كاينش ديفيرونس دونك كيما قال صديقنا ابراهيمي راهي باينه خلاص نط ما فيها نوضه تانيك الله اكبر الله ما طولك يا روح يقعد الاستاذ محمد بروك عليك عدولة بروك عليك مبروك عليك هيا 300 مليون سنتيم تسمع مع صاحب الاسامات لماذا؟ لانه جينا باش نلعبوا هنا في دي ولا خلي وانا ثاني حنا نقول لكم شكرا لكم مبروك عليك مبروك لصاحب الاسامات راهو يدير دوكا الاسم تاعو حطوا راه ربح 150 مليون غير باسامات نعطيكم موعد غدا ان شاء الله في حلقه واحده اخرى تاع دي ولا خلي.